باذن الله. تعالوا نطلع نشوف تقرير عن عوده مصابي النادي الاهلي او مصابين النادي الاهلي ان شاء الله، يعني الاصابات الحديث عن هذه المباراه الهامه جدا. حالة من الارتياح انتابت جماهير الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بعدما قاربت القوة الضاربة للفريق على الاكتمال، لا سيما بعدما أعلن الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود عودة الثنائي التونسي علي معلول وأحمد فتحي لقائمة مباريات الفريق مرة أخرى بعد طول غياب، حيث أبعدت الإصابة كلا منهما عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية. تعرض معلول لإصابة قوية بمزق العضلة الضامة خلال مواجهة وفاق سطيف الجزائري بذهاب الدور النصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، مما استلزم غياب اللاعب عن الفريق الأحمر لفترة تخطت الشهرين، فيما تعرض أحمد فتحي الظهير الأيمن لإصابة قوية في العضلة الأمامية خلال الذهاب النهائي من نفس البطولة أمام الترجي التونسي على ملعب برج العرب بالأسكندرية، وغاب حينها عن الظهور مع الفريق. الأيام الماضية شهدت عودة الثنائي للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد شفائهما من الإصابة، هو ما دعا محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق لضمهما لقائمة المارد الأحمر لمباراة جيما أبا جيفار الإثيوبي والمقرر لها يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن إياب دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. شهدت قائمة الأهلي للمباراة تواجد 19 لاعبا هم: في حراسة المرمى شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، خط الدفاع أحمد فتحي، علي معلول، محمد هاني، أيمن أشرف، سليف كوليبالي، خط الوسط حسام عاشور، إسلام محارب، هشام محمد، كريم ندفد، أحمد حمودي، عمرو السولية، ناصر ماهر، ميدو جابر، ومحمد شريف. خط الهجوم مروان محسن، وليد أزارو. وبذلك يعود للقائمة ميدو جابر، شريف إكرامي، حسام عاشور، والذين غابوا عن مباراة النجوم التي أقيمت يوم الاثنين الماضي ضمن الجولة 12 المؤجلة من مسابقة الدوري الممتاز، في حين غاب الثلاثي أحمد علاء، أحمد الشيخ، مؤمن زكريا لعدم قيدهم إفريقياً.